النهارده عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي ان شاء الله تكون بتهم حضراتكم، لكن خلينا في البدايه نبتدي بالاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح وابرزها استقبال سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحاديه لميتا فريدريكسن رئيسه وزراء الدنمارك، وعقد مؤتمر صحفي مشترك اكد فيه سياده الرئيس ان الدوله المصريه مستعده انها تقدم كل التسهيلات المطلوبه لعمل الشراكات الدنماركيه في مصر والتعاون في مجالات الطاقه الجديده والمتجدده والهيدروجين كمان. ايضا دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع استعرض فيه الملامح الرئيسيه لمشروع الموازنه العامه للدوله للعام المالي 2023-2024. الدكتور مدبولي تابع أيضا معدلات تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الأسعار. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية لميتا فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك. تناول اللقاء أبرز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين مصر والدنمارك، خاصة فيما يتعلق بتعظيم الاستثمارات الدنماركية في مصر في عدد من القطاعات الحيوية كالنقل والشحن البحري والطاقة المتجددة والنظيفة. امبارح عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء الدنمارك، وقال الرئيس إن الدولة المصرية مستعدة لتقديم كل التسهيلات المطلوبة لعمل الشركات الدنماركية في مصر مع إمكانية التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين والتعاون في الموضوعات اللي بتخص البيئة ارتباطاً بجهد مصر في تنظيم قمة المناخ في شرم الشيخ. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع استعرض فيه الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024، وخلال الاجتماع تم التأكيد على ما يليه مشروع الموازنة من أهمية قصوى لتمويل برامج الحماية الاجتماعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار الدولة في تبني برامج تستهدف تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجاً. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة معدلات تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وأكد مدبولي أن الحكومة بتبذل جهود كبيرة في الفترة الحالية لحل مشكلات المستثمرين والتوصل لتسويات عادلة ومنصفة لكل منازعات الاستثمار اللي بتعرض على اللجنة الوزارية، وبالتالي من الضروري على كافة الجهات المعنية أن تقوم دون إبطاء بالتنفيذ الفوري لما يصدر عن اللجنة من قرارات، خاصة أن تلك القرارات بيتم إقرارها أيضاً من مجلس الوزراء. أيضاً امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة أداء الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركات التابعة لها، وأكد رئيس الوزراء الأهمية اللي بتوليها الدولة لمجالات الصناعات المعدنية المختلفة والتعدين والحراريات وما يبذل من جهود في سبيل توفير الدعم اللازم لإكسابها الميزة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية بما يسهم في تنمية الاقتصاد القومي. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات المسلحة نظمت زيارة لوفد برلماني من لجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان وعدد من الأعضاء بمجلس النواب للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتعرف على آلية العمل بالشبكة ودورها في دعم قدرات الدولة وتعظيم إمكاناتها بما يواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي اللي بتشهده الدولة المصرية في كافة المجالات. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر أيضاً على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وأيضاً الأدلاء أو قصاصي الأثر لصالح قوات حرس الحدود اعتباراً من يوم السبت الموافق 1/4/2023. في جولة المحافظات معانا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، كان منها بدء تصدير أول شحنة لألواح الكونتر ومشتقاته من أحد مصانع المنطقة الحرة في محافظة قنا، وكان منها أيضا تنظيم بطولة رفع الأثقال بمشاركة 40 لاعب في محافظة الوادي الجديد. امبارح كمان في المحافظات تم الإعلان عن حصاد 1300 فدان من محصول بنجر السكر في بورسعيد، كمان تم افتتاح معرض أهلا رمضان، وفي برج العرب في اسكندرية هنلاقي كمان أخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. مع
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من قنا اللي تم فيها بدء تصدير أول شحنة ألواح الكونتر ومشتقاته من أحد مصانع المنطقة الحرة العامة بقفط إلى دولة الصين، وده ضمن توجه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير كافة المقومات اللي بتساهم في إحداث هذه التنمية وفقاً لرؤية مصر 2030. في الوادي الجديد أعلنت مديرية الشباب والرياضة تنظيم بطولة رفع الأثقال اللي بيشارك فيها حوالي 40 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار السنية شباب وناشئين. في القليوبية تم تنفيذ مشروع تطوير ورصف طريق أبو الغيط ومحور الباسوسية بمدينة القناطر الخيرية، وده لخلق شريان جديد للمدينة السياحية يخدم القادمين من محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية. في الفيوم هتنطلق احتفالات المحافظة بعيدها القومي النهاردة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بميدان قارون، وهيتم خلال الاحتفالات وضع حجر الأساس وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والإنتاجية الجديدة، فضلاً عن تنظيم عدد من الاحتفالات والمهرجانات الفنية. في بورسعيد تم حصاد ما يقرب من 1300 فدان من محصول بنجر السكر منذ بدء موسم الحصاد بالمحافظة. في شلاتين انطلقت أعمال القوافل العلاجية الشهرية بقريتي رأس حدربة وإدلديت، وهتستمر لمدة يومين. القوافل هتوفر الكشف والعلاج المجاني لأهالي القريتين. في الغربية تم افتتاح مركز خدمة عملاء مياه الشرب بزفتة لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بمياه الشرب، وده المركز الأول من نوعه بمدينة زفتة والثامن على مستوى المحافظة، وبيقدم خدمات دفع الفواتير وسداد مؤيسات وإبلاغ عن قراءة عداد وكمان تلقي الشكاوى. في جامعة بني سويف تم تنظيم دوري عباقرة الكليات بمشاركة 80 طالب وطالبة من 7 كليات، هي السياسة والاقتصاد، التربية للطفولة المبكرة، التكنولوجيا والتعليم، الفنون التطبيقية، طب الأسنان، تكنولوجيا العلوم الصحية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي. في الإسكندرية تم افتتاح معرض أهلاً رمضان بجوار مبنى مركز ومدينة برج العرب، واللي بيوفر السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالسوق وبجودة عالية.